بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل أي في الليل، تهجد به بالليل، والتهجد يكون بعد رقدة. وفسرها بعض الرواة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيصلي ثم ينام، ثم يقوم فيصلي ثم ينام، ثم يقوم فيصلي عليه الصلاة والسلام. يكرر هذا 3 مرات. ومن الليل فتهجد به، والتهجد هو ما كان بعد رقدة على ما قيل، وقيل التهجد من الهجود وهو النوم، أي وقت النوم قم لربك وصلي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله نافلة لك، فقالوا نافلة لك وجوب قيام الليل لك دون أمتك، وقيل إن قيام الليل نافلة بحقك وبحق أمتك، وقيل بحقك وحدك أنه يستحب لك أن تقوم ولا تنم كل الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله جل وعلا واجبة، عسى من الله واجبة، أي قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أن ربك سيبعثك مقاما محمودا، فهو واجب من الله ما وعد به عبده، لأنه عليه الصلاة والسلام يتلقى عن الله جل وعلا، والبشارة من الله جل وعلا، وعد له بأن يبعث مقاما محمودا، والله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده.
والوعد من الله جل وعلا إلزام بأنه سيعطيه ما وعده، والوعيد سيخلف، فإخلاف الوعد لؤم والله جل وعلا منزه عنه، وإخلاف الوعيد كرم والله جل وعلا أهل الكرم والجود، فهو جل وعلا يخلف وعيده ولا يخلف وعده. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا المقام المحمود، فالجمهور على أنه بعد البعث يميز الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي للفصل بين الناس إلا بعد أن يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس يموجون في عرصات القيامة تدنو منهم الشمس ويلجمهم الغرق العرق، وليس لهم من الأرض إلا موضع قدميه الواحد منهم، ليس له من الأرض إلا موضع مكان قدميه، فيتضايق الناس ويتعبون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تلتمسون من يشفع لكم عند ربكم ليريحكم من هذا الموقف؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيهم الروح، فيذهبون إلى آدم فيقول أنت، فيقولون له: أنت أبو البشر وترى ما نحن فيه، فأنت أسجد الله لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وأعطاك ما لم يعط غيرك، فأنت أحق أن تشفع لنا ليريحنا الله من هذا الموقف. فيقول: لا لا، لست لها بذلك، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته وأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام، فإنه أول رسول أرسله الله إلى البشر. قال عليه الصلاة والسلام: فيذهبون إلى نوح فيقول: لست لها بذاك، اذهبوا إلى إبراهيم، أنا نهاني ربي أن أسأله ما ليس لي به علم، وإني ربي أغضب اليوم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر منهم بأنه كذب ثلاث كذبات ويخشى من العقوبة: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن. قال: فيذهبون إلى موسى فيعتذر ويقول: إني قتلت نفسا بغير حق، وإني أخشى من عقوبة الله جل وعلا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. قال: فيذهبون إلى عيسى فيعتذر، ولم يذكر ذنبا يعتذر من أجله، وقال: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونني فيقولون لي مثل ما قالوا للسابقين، فأقول: أنا لها، أنا لها. فيذهب عليه الصلاة والسلام إلى تحت العرش فيخر لله ساجدا، ويفتح الله عليه بمحامده،
وأذكار وتسبيحات لم يكن يعرفها في حال الدنيا، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واسمع واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، كما جاء في هذا الحديث. والرواة لهذا الحديث رحمهم الله استمروا في ذكر الشفاعة العظمى حتى وصلوا إلى هذا القدر، فقال محمد عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي. في رواية أن الله جل وعلا يقول لمحمد: سآتي لفصل القضاء، فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد، ثم يأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة، فيشفع إلى الله بأن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ليستريحوا من هذا الموقف، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه، فيستفتح باب الجنة فيفتح له عليه الصلاة والسلام، وهو أول داخل لها، فإذا دخلها شفع في البقية من أهل الجنة، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، شيء لا يشركه فيه غيره، وشيء يشارك فيه الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصلحاء، يشفعون معه صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، يمدحه الله جل وعلا بين خلقه، فينال الشفاعة العظمى. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فإذا صليت بعثك ربك مقاما محمودا، فإذا حافظت على النوافل العبادة يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما غيره فأعماله وعبادته النوافل يغفر له ذنوبه وترفع درجاته، وهو عليه الصلاة والسلام لا ذنب له يحتاج إلى مغفرة، فيكون رفعا لدرجاته واستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا شفاعة الصلحاء والعلماء والأنبياء والرسل. اللهم شفع فينا أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا شفاعة أفراطنا. وهكذا فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا، ولا يجوز طلبها من مخلوق، لأن الشفاعة والطلب عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله، فلنا أن نسأل الله أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فينا الأنبياء والرسل والصالحاء وهكذا. ولا يجوز أن نسأل الشفاعة منهم، لأن الشفاعة لا تسأل إلا من الله تبارك وتعالى. فحري بنا أيها الإخوة أن نفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. هل يجوز لنا أن نشفع طلب الشفاعة من أفراطنا؟ يقول: يا ولدي اشفع لي عند ربك. نقول: لا، لا يجوز هذا. إذا مات الصغير تقول له: يا ولدي لا تنسني في الشفاعة. لا، لا يجوز هذا. إذا دعوت الله ليلا ونهارا
فلا تدعو ابنك ولا قريبك ولا الشهيد من ولدك تقول يا ابن الشهيد اشفع لي إلى ربي، لا هذا كله لا يجوز، وإنما تقول اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي أولادي الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، اللهم لا تحرمني شفاعة الشهداء من أولادي وإخواني المسلمين، وهكذا. فالمطلوب من الله جل وعلا ولا يطلب من غيره كائنا من كان. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيل نافلة لك وجوبه عليك دون غيرك، وقيل نافلة لك يعني ينفعك وحدك، وقيل نافلة لك ليس واجبا عليك كما هو واجب على غيرك من الأنبياء والرسل. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى على الصحيح، وقيل المقام المحمود أن الله جل وعلا ينادي محمدا فيجلسه على عرشه معه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال صلاة الليل. صلاة الليل أفضل الصلاة، أفضل من صلاة الضحى، ولكن إذا كان الرجل له ما يصليه في الليل أحيانا ثم نام عنه ثم عوض ذلك ضحى فإن الله يكتبه له كما لو قامه من الليل. فإذا كان المرء رتب أن يقوم قبل الفجر بساعة أو أكثر أو أقل فلم يقم فإن الله جل وعلا يكتبه له إذا قامه ضحى، فيستحب لقائم الليل إذا فاته أن يقضيه ضحى، ويقضيه ضحى شفعا لا وترا، إذا كان يوتر بخمس فيقضيه ست ركعات، وإذا كان يقضيه بسبع فيقضيه ثمان شفعا لا وترا. نعم. ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه. التهجد بعد النوم لأنه يكون أقوى وأنشط وأحضر للفكر، وقد استراح في هذه النومة، فلا ينبغي للمرء أن يسهر كل الليل ثم يقوم من آخره يصلي، بل عليه أن يستريح ويرقد ثم يقوم ويصلي. والتهجد ما كان بعد رقده، وقيام الليل سواء كان ينام أو لم ينم يعتبر قيام الليل، وقيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من قيام الليل. فمن صلى بين العشاءين عددا من الركعات فقد قام في الليل، والوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء،
ولو مجموعة مع المغرب فعندنا الوتر له وقت، وقيام الليل له وقت، والتهجد له وقت. فالتهجد ما كان بعد رقدة، سواء كان بعد العشاء مباشرة ورقدة خفيفة، أو بعد العشاء ورقدة طويلة. هذا التهجد وقيام الليل من صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، لأنه يدخل وقت الليل. والوتر لا يكون إلا بعد العشاء، وهكذا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو نافلة في حقه على ما قيل، وقيل واجب في حقه، نافلة لك وجوبه، ومستحب في حق أمته. فيستحب للإنسان أن يجعل له قيام ليل ولو يسيرا، يعود نفسه حتى يتمكن من هذا، ويعالج نفسه ويعود نفسه على قيام الليل. فهي فرصة ثمينة لمن وفقه الله. فالله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الوقت، فيناجي ربه فيه ليسأله من خيري الدنيا والآخرة. فيروى أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوا بيوسف وأخيه، أوعدهم أن يستغفر لهم في وقت السحر، لأنه أحرى للإجابة من غيره. نعم. وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء، ويحمل على ما كان بعد النوم. واختلف في معنى قوله تعالى: نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة، رواه العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عن صلواته النوافل الذنوب التي عليه. فصلاة النافلة تكفر الذنوب والمعاصي، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا ذنوب عليه ولا سيئات. وإنما قيام الليل نافلة في حقه، أي مستحب أو واجب على الصحيح، ويرفع الله به درجاته. نعم. وقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذه الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. فهو حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. وما من أحد من الأنبياء من آدم فمن دونه إلا كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فضله الله جل وعلا بذلك. قال ابن جرير:
قال أكثر أهل التأويل ذلك أهل التفسير، هنا أهل التفسير في تعبير ابن جرير رحمه الله، يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا فيفسر الآية، فالقول في التأويل هنا المراد به التفسير. وأما تأويل المبتدعة فإنه صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يصرفون كلمة استوى إلى استولى، وهذا خطأ ويحرم ذلك في القرآن. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. عن حذيفة قال يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي، يسمعهم الداعي يعني إذا تكلم أحد أو كلم الله الخلق فإنهم كلهم يسمعون، القريب والبعيد، ولا يقال من يسمع أهل الموقف، فالله جل وعلا يسمعهم كلهم ما يراد. نعم، يسمعهم الداعي وينفذهم. يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وبصر الله جل وعلا يراهم كلهم لا تخفى عليه خافية من أفعالهم. وكذا من يريد الله جل وعلا من عباده أن ينظر إليهم. نعم. حفاة عراة كما خلقوا، حفاة عراة، حفاة لا منتعلين، عراة ليس عليهم لباس. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء وسوعة ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة إن الأمر أهم من ذلك، فما ينظر أحد إلى أحد لأن كل واحد مشغول بنفسه. نعم. حفاة عراة كما خلقوا قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه، قياما لا جلوس، ولا يتكلم أحدا إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له، لا نبي مرسل ولا غيره ما أحد يتكلم في ذلك الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. ينادى يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت. من هداه الله جل وعلا فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا ثناء من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى حينما يدعوه أمام الخلق كلهم. نعم. والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. لا أحد يلتجئ إلى غيرك، وإنما اللجوء إليك سبحانك، وكل إنسان إذا خفته فاهرب منه، كل إنسان إذا خفته فاهرب منه إلا الله جل وعلا، فإذا خفته فالجأ إليه واعتصم به واقرب منه، فإنه يؤويك ويرحمك سبحانه وتعالى. إلى من تهرب؟ ما تستطيع أن تهرب لا في الأرض ولا في السماء،
الكل في قبضة الله جل وعلا، كما قال بعض السلف: يعظ أخاه المسلم يقول له، قال له: عظني. قال: نعم. قال: إذا عصيت ربك فلا تجلس في أرضه. قال: أين أذهب؟ قال: كيف تعصي ربك وتجلس في أرضه؟ قال: إذا عصيت ربك فاهرب منه. قال: أين أهرب؟ ما أستطيع الهروب. قال: كيف تعصيه وأنت بين يديه؟ يعني أن الإنسان يتحذر من معصية الله جل وعلا، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم. لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت. تباركت تعاليت، تباركت منك البركة ومنك الخير كله، وتبارك هذه ما تصلح أن تطلق إلا لله، كما يقال: فلا يقال تبارك فلان على كذا، لا يجوز ذلك، وإنما يقال: حصلت البركة بحضوره ونحو ذلك. وأما تبارك فلا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهكذا، فالبركة وتبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، وإنما يقال: هذا الرجل مبارك وهذه المرأة مباركة، يعني إذا حلت عند القوم نزلت فيهم البركة من الله جل وعلا. نعم. تباركت وتعاليت، تعاليت، ارتفعت وعظمت سبحانك وتعالى. نعم. سبحانك رب البيت، سبحانك تنزيه لك يا رب البيت العتيق الكعبة. نعم. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل. وقال ابن عباس: المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال مجاهد والحسن البصري. وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة للبعث، إذا أمر الله جل وعلا الخلق بالبعث، أول من تنشق عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر أنه يقوم عليه الصلاة والسلام فيجد موسى قاسكا بجنبتي العرش، فيقول: لا أدري أهو انشقت عنه الأرض قبلي أم جوزي بنفخة الصور فلم يصعق من أصله. نعم. وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. تشريفه يوم القيامة يشرفه الله جل وعلا في هذا المقام المحمود لا يشاركه فيه أحد. وتشريفات لا يساويه فيها أحد. فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه. الحوض الذي يرده أهل عرصات القيامة، ترده أمته، أكبر حوض وأوسعه وأعظمه،
حوض من الماء يصب فيه ميزابان من الجنة، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهو عليه الصلاة والسلام ماءه أكثر وارد ولا ينضب ولا يضيق بكثرة الواردين، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يرده أمته صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن لكل نبي حوضا، وحوض محمد صلى الله عليه وسلم وأكبرها وأعظمها، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله الكريم من فضله إنه سميع مجيب. اللهم أوردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام يقف على الحوض ويناول أصحابه ويناول أمته الشرب. قالوا يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يذود عن الحوض جمعا من الناس لما خيروه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فالملائكة تقف على الحوض وتصرف عنه من لم يتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأحدث الأحداث بعدها. فينادي صلى الله عليه وسلم الملائكة فيقول إنهم أمتي أمتي، يعني يرى عليهم أثر الوضوء أمته صلى الله عليه وسلم، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، وفي رواية بعدا بعدا لمن غير سنتي. فالموقف موقف عظيم يحال فيه عظم فيه المؤمن ويهان فيه الكافر والمنافق والمخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ورد أحاديث كثيرة في هذا في باب الشفاعة، أن الله جل وعلا يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يشفع به غيره، ومن ذلك شفاعته في أهل الكبائر من أمته، يشفع في أهل الكبائر عليه الصلاة والسلام، يشفع في من استحق النار من أهل الذنوب والمعاصي الكبار فلا يدخل النار، يشفع في من حرم من دخول الجنة أن يدخلها، وهكذا يشفع في من هو أقل درجة في أن ترفع درجته في الجنة. وشفاعته كثيرة صلى الله عليه وسلم، وذلك لفضله وشرفه وكرمه على الله تبارك وتعالى. نعم. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء من الناس من يستحق دخول النار إذا كثرت
سيئاته وغلبت حسناته، فإنه يؤمر به إلى النار ثم يشفع فيه صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها. وذلك أن الله جل وعلا يقارن بين الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فسعد ونوذي بالسعادة والفوز، ومن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يؤمر به إلى النار ثم يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله جل وعلا في من شاء من عباده. نعم. وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة، وآخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأول شفيع يوم القيامة، وأول من يمر بالصراط يوم القيامة هو أمته، واقف على جنبتي الصراط يدعو الله جل وعلا قائلا اللهم سلم سلم. فمن الناس من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. وهو أول شفيع في الجنة، وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لم لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة، ويشفع في أناس لا تبلغ أعمالهم هذه الدرجات، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم بأن يوصلوا إليها. نعم. وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام وأرجو الله أن أكون أنا هو وصاحب الوسيلة عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له، وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله. وجل وعلا أكثر الناس شفاعة، يشفع في أمته وفي غيرها. نعم. ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبالله المستعان. روى البخاري عن ابن عمر قال: حديث الشفاعة كثيرة، رويت بألفاظ متعددة، واختصرها ابن كثير رحمه الله، ثم اختصرها المختصر في كتاب المختصر تفسير ابن كثير، وهكذا، وإلا فأحاديث الشفاعة كثيرة. نعم. روى البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. وفي رواية: يشفع لأمته
ويشفع للخلق عامة، يشفع لأمته ويشفع للخلق، يشفع لآدم ولإبراهيم ولنوح وغيرهم من الأنبياء، يشفع للجميع صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو أول داخل للجنة، فيأتي إلى باب الجنة فيطرقه فيقول له الحارس من؟ فيقول محمد بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله، محمد رسول الله، فيقول أمرت بألا أفتح لأحد قبلك، فيدخلها صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، يعني أن الناس في هذا الموقف يبلغهم العرق من حرارة الشمس، وينزل كل واحد عرقه عليه، ومن الناس من يعرق إلى الكعبين، ومن الناس من يعرق إلى حقويه، ومن الناس من يعرق إلى سره، ومن الناس من يعرق إلى شحمتي أذنيه، ومنهم من يلجمهم العرق، وكل واحد بحسب عمله وحاله، ولا يتأثر واحد من الآخر، لا يتأثر السعيد من الشقي، ولا يتأثر الشقي من السعيد، كل له حاله، كما هو في حاله في القبور، أن الناس قد يقبر ثلاثة أو أربعة في قبر واحد، أحدهم في روضة من رياض الجنة، والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يدري هذا عن هذا، ولا هذا عن هذا، بحكمة الله تعالى جل وعلا. نعم. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، مؤمنهم وكافرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من قال بعد الأذان، بعدما يتابع المؤذن في كلامه، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإن الله جل وعلا يمكنني من أن أشفع له يوم القيامة. وعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. فهو إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم، وهو خطيبهم، ولا أحد يتقدم عليه صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الناس وسيد ولد آدم، الأنبياء والرسل والصلحاء والمؤمنون والكفار، وكل الناس هو سيدهم عليه الصلاة والسلام. ولا فخر، يقول لا أفخر بهذا وتجبر، وإنما أذكر ذلك على سبيل
ذكر نعمة الله جل وعلا، فهو المخبر عن ربه بما أعطاه، ولو لم يخبرنا ما أحد يخبرنا، ما يقال لما لا يتكلم بهذا غيره، يقال إنه هو المتكلم لأن الله جل وعلا أمره أن يبلغ ذلك أمته، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو شفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: لو شفعنا أحد، يعني يشفع لنا، ننظر من يشفع لنا، أحد الأنبياء من يشفع لنا. فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ اذهبوا إلى أبيكم آدم فاطلبوا منه الشفاعة. فيعتذر ويحيلهم على نوح، ثم نوح يحيلهم على إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم على موسى، ثم موسى يحيلهم على عيسى، ثم عيسى يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها، يعني لهذه الشفاعة. نعم. فيقولون: لو شفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم. ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحيي ربه عز وجل من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئه سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيي ربه من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا إبراهيم خليل. ما سأل نوح عليه السلام ولده، قال: يا ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. لما كان في حالة نزول الأمطار ونبوع المطر الماء من الأرض، وكاد الناس أن يغرقوا، ولما يغرقوا وسيغرقوا، فقال فوجد ابنه منتجف، فقال: يا بني تعال فاركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال الولد، حيث أن الله كتب له الشقاوة والعياذ بالله، قال: لا أهمك، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: ما نبغى غارقنا، أنا أصعد إلى أعلى الجبل وأسلم. فقال نوح عليه السلام: لا أحد يصعد ولا أحد يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا. ثم لما غرق سحبه الموج فأغرقه، فقال: يا ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أني أسلم أنا وأهلي وعدي من أهلي. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني عمله سيء، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، احرص على ألا تكون من الجاهلين، لا تسألني ما ليس لك به علم، تسألني نجاة واحد شقي وهو في بطن أمه والعياذ بالله.
قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلما أتاه الخلق ليستشفعوا إلى ربه قال لا ما أستطيع، أنا سألت ربي ما ليس لي به علم وغضب علي الله فلا يستطيع أن أشفع لكم. وآدم يقول نهاني ربي عن الأكل من الشجرة وأكلت من شجرة البر فلا أشفع لكم. وموسى عليه السلام وإبراهيم يقول إني كذبت 3 كذبات، كذبات كلها في ذات الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال عن سارة إنها أختي وهي زوجته عليه الصلاة والسلام. وقال فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. لما رجعوا إلى آلهتهم وجدها مكسرة مبعثرة قالوا من فعل هذا؟ يظنون أنه إبراهيم. قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له إبراهيم، فيمكن هو الذي فعل هذا بالآلهة فعلينا أن نقتص منه. قال ما فعلته عليه الصلاة والسلام، وإنما فعله كبيرهم هذا الإله الكبير. قالوا هذا ما ينطق ولا يتكلم ولا شيء. قال هذا جهلكم، إن نسب الإتلاف على كبيرهم وكبيرهم ما صنم ما جماد ما يتحرك. نعم. ويقول ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتوه فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحي ربه من ذلك ويقول ولكن ائت عيسى عبد الله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا. يذكر ذنبا عيسى عليه السلام يعتذر من أجله، لأنه طهره الله جل وعلا وعصمه من الذنوب، لكنه يقول لست أهلا للشفاعة لجميع الخلق. نعم. وإنما يشفع في أناس دخلوا الجنة في رفع درجاتهم، يشفع في أناس استحقوا النار فيخرجون منها، وهكذا شفاعة العلماء والشهداء والخيار من الناس. نعم. ولكن ائتوا محمدا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني. قال الحسن هذا الحرف فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين. صفين يمشي بين صفين من المؤمنين. نعم. الله أكبر الله أكبر.